خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس، هو مشى وفي مجموعة من الناس مشوا معه، فقال لهم: ألكم حاجة؟ يعني أنتم ماشيين معاي، ألكم حاجة، تريدون شيئا؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك، دارين نرافقك، يعني تزول عندك علم وصحابي جليل وعندك فضل، وإذا نمشي معك. قال: أرجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ودي يا جماعة فائدة لنا ولغيرنا، فالزول يا جماعة دائما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان ده ابن مسعود رضي الله عنه لا يريد أتباعا، وهذا حال الرجل المخلص لا يلتفت إلى الناس، وإلا هذه الصفة تقود إلى الهلاك. الزول يا جماعة لما النفس دي تبقى دائما داير الناس حوله، وما معنى كذا الزول يطرد الناس، ولا معنى يتضايق من أخوانه، دي نحن ما قصدنا كذا، وإلا أخوانك اللي بيحبوك ويجالسوك وكذا وكذا تكرمهم زي ما الله قال في القرآن سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. والله قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، إلى آخر الآيات. لكن أنا بقصد الزول يمش في وسط الناس وعلى إنه أعلم الناس، الناس الحول ديل أتباع له، هو أعلم وهو أفضل واحد فيهم، والناس التفوا حوله وماشيين وجايين. الصفة دي لو اتغرزت فيك بتقودك للهلاك من وجهين: الوجه الأول أنك إذا أردت أن تتكلم في الدين نظرت إلى ما يرضي هؤلاء لا إلى ما يرضي الله تعالى، ولذلك الرياء دائما يكون من الذين تريد أن تكون لك مكان فيهم عندهم. يعني هسه زول لما يرائي ما برائي لزول بكرهه أصلا، هو ذاك بكرهه، لكن برائي للناس اللي بحبهم وبحبوه، داير يكون عنده مكان في وسطه. الوجه الثاني أنه مهلك في بيان الحق إن كان هذا الحق يغضب هؤلاء، ودي بتلقاه في السنة في صحيح البخاري لما قال هرقل لقومه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأغلق الحصون فقاموا عليه قومة رجل واحد كالثور، فخاف على ملكه فقال: كنت أمتحنكم على دينكم وأنا على ملتكم. قال: فخروا له سجدا، ترك الدين ورجع لأنه خايف على شنو؟ على الملك بتاعه. شكل إسحاق بن راهوي رحمه الله قال: آخر أمراض القلوب خروجا منه من القلب حب الرياسة. والموفق الذي يعمل بقول الله تعالى، الآية التي سمعناها في الركعة الثانية لما ذكر الله قصة رجل من المتعالين قارون، ذكر في ختام القصة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي ناس اجتماع حولك خصم من الوقت بتاعك، والله خصم، والزول مهما كان يا جماعة بيصل درجة بيتضايق، لكن قد ما يظهر، قد الخلق العند الحسن والصبر وكذا 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 يخليه يتحمل، لكن هو بيتضايق. والكلام ده في سورة الأحزاب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. يعني بعد عزيمكم
وتطعموا وخلاص يتكلموا معاه بسيط تمشوا. قال ولا مستأنسين لحديث، يعني انتم بتجوا تستأنسوا به في الحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. لأنه داري جالس زوجته وداري عبد الله وداير يذكر وداير وداير وداير. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. والإنسان كلما تخفى من الناس في موضع الإخفاء فهو أفضل من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، كما في البخاري ومسلم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق شنو يمينه، تخفي. عشان كيف في صحيح مسلم في كتاب الزهد من رواية سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الخفي، في لفظ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي بيبعد من المعاصي ويفعل الطاعات، والغني الذي يستغني بالله عن خلق الله كما قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والخفي الذي يخفي عمله الصالح. صح، في أعمال صالحة لازم تعملها في الملأ، صلاة الجماعة وصلاة الجنازة وصلاة العيد، خطبة الجمعة، تبليغ نصيحة، تبليغ درس، غيره. إذا الناس بيقتدوا بك برضو بتبلغ في الملأ وتعمل عمل في الملأ، لكن انت دائما حاول اخفي عملك شنو الصالح وما تتكلم به. الآن نحن بنتكلم عن نفسنا، نحن نفسنا ذاتنا. زول يعمل نصيحة في آخر الدنيا، زول ما بعرفه يجي يتونس بها، والله مشيت ديلك وردمتهن، يعني تعبان ساعة وعرقان وتاخذ لك عكاز وتجي بس بردمتهن، بس كلمة دارجية ردمتهن نصيحتك جت فويتها. معليش لو بتقول تحدثا بنعمة الله والناس يستفيدوا يطبقوا، وانت ما بتقول الكلام ده من باب العجب إلى آخره. والأولى إنه ما تذكر نفسك، دائما أذكر غيرك، تتواضع. شيخ الفوزان قال له كيف نصل إلى علمكم وعلم الشيخ ابن باز؟ قال أما نحن مساكين مثلكم، لكن ابن باز له علم، ما نحن مساكين مثلكم. وشيخ مقبل قال له الزنداني، لا قال له خالد السبت، قال دعوة الزنداني أفضل من دعوة مقبل. شيخ مقبل ردم خالد السبت وردم الزنداني وقال لهم أما دعوة مقبل، مقبل ليس له دعوة، هي دعوة أهل الحق، ومقبل لا يساوي بصلة. قال لهم كذا، مقبل لا يساوي بصلة في شريط الأجوبة عن الأسئلة الإماراتية.